كابتن أسامة، عايزة أعرف تقييمك لأداء الفريق ككل في المباراة اللي فاتت. والله أنا شايف إن الأداء مقبول جدا يعني، يعني أنا شايف الأداء مقبول. خلي بالك هو الراجل والفويت عمل حاجة يعني مش بنعملها كتير احنا كمديرين فنيين، بس هو يعني اضطر لكده علشان حتة التجانس اللي كابتن هشام قال عليه. يعني هو بدأ بالأربعة الأمريكان، الأربعة المحترفين ومعاهم أنس، وبعدين في الروتيشن حاول يلعب المصريين إلى حد ما مع بعض، ومعاهم إدجار سوس على أساس إن هو اللي منسجم معاهم شوية. صحيح. وبعدين فضل بعد كده بقى يروتيت في الدنيا بين يعني يسيب 2 لعيبة جامدين في الملعب أو كده. أنا شايف بالنسبة إن حتة التجانس دي يعني بالنسبة لفكرة إن هم لسه ما تجانسوش كفاية، لا أنا شايف الأداء مقبول جدا يعني.